مساء الخير ومرحبا بكم في عدد جديد وقصة جديدة من قصص برنامج وشراك. اليوم راح نسمع قصة لينا أصرت إصرارا أني نسمع لها وراح نعطيها فرصة تفرغ قلبها ونشوف شنو مشكلتها وننصحها باش قدر نعرف. يلا عيطنا مباشرة لينا. الو وي الو مساء الخير. مساء الخير وش راكي لينا؟ لاباس بخير لاباس. امورك لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. شحال في عمرك لينا؟ عندي 34 34. اش كنتي لينا الكبيره كامل اللي كاينه في الجزائر؟ مش كاينه وحده في الجزائر اسمها لينا وكبيره على 34؟ لا شفت لا لا غالب. لا لا صافي صافي بليزير. ماما كانت سابقه العصر سماتك جوغ الاسم سبيسيال. تشوفها على بها ما قدرتش تعيش مع بابا. تسمى واقيلا مشكلتك مشكلتك واقيلا راهي مع الحاجه ياك. هي مع ماما اليوم بعد تجي مع راجل. مع ماماك بعد مع راجلك؟ صح. نبداو بماماك بعد تروحوا لراجلك. بيان سور نبداو ماما. هاي نبداو بماماك. وشنو مشكلتك مع ماماك؟ واش دارت لك ماماك؟ انا كي تزوجت مع بابا شت الرجال كاع شتي كذبوا شتي يبغي خطاب رطاب. تبقى قصدك الرجال كاع كذابين ياك؟ لا لا مش كذابين خطاب رطاب. اي سي نورمال سي نورمال سي نورمال. ما من المرات يعني فتره الخطبه تكون كل شيء الله الله كل شيء مستف وغلطه ما كاش. سي نورمال سي نورمال. البدايات بداية يعطيك الصحة تحكاك. احنا كون جينا نعرفوا كيما قال لك النهاية ما نبداوش كاع من الاولى. هذه حلاوة الحياة ما تعرفش النهاية. ايسونسيال قالها كيتو بعد خطبها اه لا فاني هما قالوا طفاي ربو. ايا قلت لك شغل خطبها من بعد كيما في الفاتحة تاع بابا هذاك ماتت عمتي. واش صرا؟ هذيك هي ماتت عمتي اكسي الفاتحة تاع بابا وما قلت لك هي من هذاك ماما من بعد كنا قعدت عامين باش ولدت خويا. ومع شغل ماما ما تاقلمتش مع العيشه تاع دار جدي. حنا دار جدي شويه مزيرين ما تخرجيش فهمت. مراه عندها حرمه. انا ماما لا كانت تبغي تخرج تبغي تخرج تبغي تعيش حياتها مع تعانت خالتي تاع ماصر فهمت. ايوا ما عجبهاش الحال ولا تكون خطره تغضب وتروح وتجي تروح. بعد سنة يا مورا خويا عام وعشر شهور سنة كيفاش انا ما كانوش باغيني زعما كيف جبت ليها وكيف زادت وكيف كاهو علاه بالاني راك عارف هذا العرب. وقيلا بعد كينا من ولات عندي عام ونص طلقوا. هاي ما تفهموش كي طلقوا انا دوك عام ونص ما داتش هي الحضانة. قالت له ما نديش حضانة تاع الدراري تديها انت فهمت. شغل الانتقام تاعها انتقمت البابا بينا. لكن انا ما نديهمش من عام ونص من عام ونص حتى كان القاضي قالها شغل كنا نقولوا حنايا كل صيف يجوا عندك. كنا نروحوا ما كانش الحنانه. شت تخيل نتايا طفله تاع عام ونص تخليها بيبي عام ونص اللي كوش يمشي ويبكي كاع يقولوا لي كنتي تبكي لي كومبلي ما رقدتيش. جات حطتني وراحت قالت لبابا هاك حاشاك وحاشا قدرك. قالت لها ولا زبلك سي بون. صح كنا نروحوا خطره على خطره نروحوا في الصيف. من بعد كي نخطر عيطت لها قلت لها سيبا ما تديش تجيبهم لي. صاب من خمس سنين حتى ولات عندي 20 طو باش شفتها. 15 سنه ما دخلتش عاودت ها 15 سنه وي 15 سنه ما شفتها ما شافتني ما عرفت عليها والو. لا خيبه الامل من قبل باسكو هي قلت لك عمتها وعمتي سلافات. خطره حكاو لي عليها كنت صغيره شكيت عندي 10 شو انت اللي كلقاوها في بالعباس باسكو انا خوالي في بالعباس. هي قالوا لها تلاقاتها عمتي قلت لها بنتك راها عندنا. قلت لها تجي زعما تشوفيها. قلت لها صح وهاني جايه. تخيل جاوا عندي قالوا لي ماما راها جايه. لبست نقيت مستنيه فيها تخيل والو. وراها زدت 10 سنين خدي اخرى ما شتاش ما جاتش. شغل ماما جايه جافيه ماشي هذيك الام اللي تحني. بصح قلتي لي كان في عمرك 20 سنه جات شافتك ولا ما شافتكش؟ صراحه انا اللي حوست عليها في الجيبي من ولات عندي واحد 19 هكاك حوست عليها. ايه ضريت. ومن بعد كي شغل حوست عليها بعد ولينا اون كونتاكت رحت عندها
قلت انا غادي نلقى ام نلقى كيما نقول لك صدر حنين كشي منه انه العكس 18 يوم بعدك بدات تعاير فيا تخيل 15 سنه ما شتاش 18 يوم عايرتني نسختني غايه لاباس كيف بواش عايرتك بواش عايرتك عايرتني وحدها وحدها هذوك انا دوك انت يا ايماجين تو دوك انا ملي كانت عندي عام ونص ما عندي علاقه بها حتى ليفينتو صاير راني عزبه ماشي تاع اللي تتربيها تجيبيش تربيني فيها تجيبش تربيني صراحه هذه ماشي وانا ما كنتش نهضر معاها ولا نعاير ولا نلوم فيها كنت متمنيتها برك تحن غير هذيك الام كيما كاع البنات كي نسمعها ماما فوالا ماما اكثرهم حنا انا كي رحت لقيت تقول لي راني مع هتلر انا نقول لك عقلي يا قانون اي بزاف صعيبه بزاف صعيبه نشكيكه شغل مش حتى تحسسني بلي انا خارجه طريق ولا شتي با فهمتها ولا حتى تعايرني بخارجه طريق وهي جابت دراني مع راجل هداز يعني لا ما جابتش ما جابتش باسكو زوجاته صغير عليها بديلو هو صغير عليها قصدك هي كبيره تزوجت كبيره باسكو صغير عليها صافي فاضل هذه تزوجت لقينا كانت عندها 36 ولا 26 ايه يعني 36 ولا 26 تسمى 10 سنين ما على بالكش بهم هو هي ستك داكور هي 36 سنة و 26 سنة واي بصح يقدروا يجيبوا دراري فهمتك بصح يقدروا يجيبوا دراري 10 سنين يقدروا يجيبوا دراري نورمال نورمالمون جابت طفلنا مع 36 سنة جبت دراري شغل رفدت ومع طاح داكور اوكي معليش ما يهمش ومن بعد كملي لي كملي لي على علاقتها معك ومن بعد عشت عندها درك 5 سنين في بجاية معناك صعابة شوية لكن توجور معايا بروبليم شغل ما نتحملوش فهمت هي تمتم الطير عليا وانا تمتم نتقلق فهمت شو كانت تعايرني بزاف ماشي حنيه ماشي هذيك تاع اللي تعنقك اسونسيال ما عندي ما نحكي لك مع وصلت خطره قالت لي غير حمدي ربي اللي ما جبتش الدراري ما كون وحده كيما نتوما الزبل كاع ما نجيبكمش فهمت قالت لي نتوما قلت لها هذيك نهار الناس عندها اولاد نقمه قالت لي لا نتوما نعمه استغفر الله قالت لي نتوما نقمه ماشي شغل شت هذيك شغل الانتقام تاع بابا بغات تخرجه كاع فينا علاه بابا كان يموت عليها بصح باباك واش دار لها ها باباك واش دار شويه عندي مسؤوليه بابا عندي مسؤوليه فهمت بابا عندي مسؤوليه ودان يسمع الهضره ايتو فاهم شغل نقول لك شخصيه ضعيفه من الاخر معليش بصح هي ما تفهمتش مع باباك هي طلقت ما طلقت مع باباك ما طلقتش مع ولادها نورمالمون معليش هي بصح هي طلقت معاه ما طلقتش معاكم انتوما يفترض بالعكس علاقتها تقعد دائما معاكم داكور اوكي كملي لي وخدي هي قلت لكم هذا كي انا عرفتها نهارها من في بجايه كي رحت عندها ما كبرش عليك كنضريت حتى وصلت كارتي وعاودت وليت لبلادنا وفي بجايه تما كون عرفت راجل شحال كان في عمرك؟ عرفتو جان كان عندي تماك 22 سنة قبل ما نحكي على راجلك يماك كنتي تحبيها كي وليتي تشوفيها كدا اسكو كان عندك الحنان ليها اسكو كنتي تحسي روحك بلي انتي تحبيها؟ نو لا فيغيتي مع الاول كنت نقول ماما ما يتون بصح دروك توجور نحسها غريبة عليا توجور جيت انا نحسها غريبة عليا باسكو ضرتني بزاف ما عندهاش بزاف غير في رمضان ضرتني كيما نقولك حرقتني ماشي ضرتني وفي رايك هي تحبك ولا لا نو لا فيغيتي ماما ما عندهاش علاش في رايك وشنو مشكلتها جو سي با جافيه معروفه باللي يقولوها لنا يقول لكم كم جافيه جايه هكاك ماما ايغويست ولا تقولوا حنا نرجسيه انا نرجسيه انا نيه برك ماشي نرجسيه حنا نندب حنا الجزائريين اي حاجه نشوفوها ديفو في الانسان نرجعوه نرجسي رجعنا الناس كامل نرجسيين انا واحده من الناس خاصة نقولهم انا نرجسيه والله لا رجعنا الدنيا كامل كاع نرجسيين اللي تشوفوا شويه نرجسي سي بون هذاك نرجسي وهو غير ويتا طلعوا عليها النرجسيه سمعوها في الفيلم هذا ما كان بنتي بقره واه ولا في ريزو سوسيو فوالا هذا ما كان وجاي جو كلمه شابه جو نرجسي جو كي تسمع حاجه ومليحه معليش من نرجس طيب اوكي وما داتيك عرفتي انسان تزوجتي به عرفتي تسمعتي مع قصه حب ما ديسيديتو تتزوجوا جو سوبوزا كان حب في الاولى
ها فوالا. انك عشق ماشي حتى حب حي عليا. ايه وكيفاش العشق؟ قولي لي شوفي العشق كيفاش داير، كيفاش حتى سميتيه عشق عشق؟ الجزائر ما خايفه. كيفاش داير عشق الجزائر؟ احكي لنا، حابين يكمل. نتعلموا. قلت لك العشق الجزائري عنده ديلي ويكمل، عنده ديلي ويكمل. شحال قعد العشق تاعكم؟ شحال كان ديلي تاعو؟ شحال مدة الصلاحية تاعو؟ شوف من 2014 تزوجنا، كنت باسكو حنايا دوك نفهمك، انا قبايليه فوالا تربيت في نصانيم وكاع، وهو صحراوي. كان بابا مش كانت ماما مشي قابله، خويا مشي قابل، جدي مشي قابل، فهمت. المهم ديته ديته وصاي، ضربت عليه طابله، ضرب عليا طابله، ديته حسبه لي عايشه في في غوز، هذيك الحياه الورديه. كيما قال لك بنا لي قصر، شنو نقول لك؟ بالهضره. اي غيب الهضره، غيب الهف. ايوا انا ما نكذبش عليك، انا دوك هناك في المومو كنت ضعيفه. احنا ننت الوالدين، لا الخو لا لا فاني، صح تعرف الشركه تاع الوالدين هم مطلقين كيفاه. هي بعدا كي عرفتو ماما قالت لك لا لا ديته، ما نكذبش عليك ديته. من تماك بداو المشاكل، 10 ايام الاولى درتو عرس، درتو عرس، درتو عرس، درنا عرس بصح ما كان، ما كان ماما ما حضرتليش في الحنه تاعي، بابا ما جهزنيش، ومش عماتي زعما كي نقولوا صدقوا قسما بالله ما معليش نروح عريانه يضحكوا عليا. ما تروحيش عريانه، هو العرس ياك هادو كامل يقعدوا مظاهر، وفي الاخر راح تروحي تستطري معاه في دار وحده، ومن بعد الحوايج مع الوقت تشري ودوز مع الوقت تشري، بصح الباقي كانوا غير مظاهر فارغه يا لينا، هذيك الجهاز وما على باليش والتصديره وهادو كاع شكليات برك. والله العظيم هادو ما يهموني قسما بالله، باسكو من الاولى قلت لك بون كو انت انسان زوالي ما نحتم عليك، ما تحتم عليا، فهمت؟ شغل اللي جبتها مرحبا بك، فهمتي؟ اللي جبتها مرحبا بها، حتى دالي انا اصلا طاني 200,000 مهر وخاتم تاع ذهب. خيرك يا ربي، خيرك يا ربي، فيها خير وبركه كما قلت. هذا ما كان الحمد لله، ما تقلشنا ما والو، كنت قلت لها المهم تخرج معايا في حل، باسكو انا اللي فوتته في حياتي يكفي. وخرج معاك في حل لينا، خرج معاك في حل فينا نمو. لا خرج تعرف كيف حل ولا في حل اللي داره فيا بالك كيما قال لك قد ما نحكي ما نقدش نعبر لك على الضرر اللي داره لي في حياتي. احكي لنا واش دار لك؟ قال لي نبداو كيما نقولوا تزوجنا، بعد كينا كيما 10 ايام بدات مدابزه، شهر ونص بدينا في الضرب، يضرب يطرطق لي وجهي نورمال، كنت اونسيت تاع غاشاني، وصلت دخلت للسبيطار وانا اونسيت، يعني عاير فيا حتى تاع السبيطار، وخلعوه نخلعوه نخلعوه تاع السبيطار نخلعوه، قالت لي وحده شو هذا؟ قالت لي سمعتها بودني عاير في كيما هكاكا، وبلا موه تعايرني معايره ما تسواش حاشاك كاع، عايب حتى باش تهدرها. وبدات نشارك لها امك ها السياق ها منا ها منا، ومن بعد دخلنا في مرحله الخيانه، شابه كاع بدينا في الخيانه. اول وحده كانت صاحبتو قديمه جاتو من الدار موراها لحقها، بدا يهضر معاها وباغي نتزوج بيك وندير لك، ومقلع ما عندهاش، وبولون تاع مقلع ما عندهاش ماشي اي انا لا غالب نبغي نضحك، لا غالب ماشي خذي راحتك، خذي راحتك ماشي كاع مشكل، مليح مليح الانسان مليح، شوفي المشاكل عايشين هم عايشين مشكل عايشين وعايشين هاكي، تضحك راكم ما تخفف من الوطأة تاعه وما تخفف شويه من هو الداخل ويوجع في القلب ويوجع، بس صح معليش وما تنقص على روحك شويه. توجور مشاكلنا نديروهم هكاك بالبكا والدمار، الله العظيم هاي نديروهم بالقصر، هاي كمل احكي لنا عليها كمل. اي قلت لك بدينا في العشق الغرام السيد ولا لي روميو، ايه القلوبه والورد داير حاله وليميساج والدنيا عارف لك سمو اي ميسيو ما نحكيلكش. الله الله، هو كان يقول لك اي ميسيو قال له يقولها لي هكا يقولها لي انايا، انت واش تقولي له كيقول لك اي ميسيو؟ انا ما نقول له والو، انا غادي نشوف فيه بيان سور يخليك ويروح، بيان سور بيان سور يخليك ويروح، وتقول له اي ميسيو تو. لا صح اسمح لي، شوف اي ميسيو مشي ليا قالها لي كوغي قالها لي ليا قالها صحته
هي كنا قلنا بلي داكور اوكي فهمتي راني هذاك مشي عليا وانتي كل شيء يقول لي انا بالي ليك وسمعتيه كي قالها اي ميسيو يحي وسمعتها قريتها ميساج ورسلت لي كاع شاكين شانك وهي واش ريبوندات له كي قالها اي ميسيو ها كي قالها اي ميسيو هي واش ريبوندات له بعدين قالت لها هي ثاني رسلت لها حنبوك هذاك حاشاك هذاك الكلب اللي رافد القلب عارف ذاك الايموجي الكلب رافد القلب والله ما كذبت وانتي واش كانت ردة الفعل تاعك كي شفتي الكلب رافد القلب ما درت والو ما على اختو كي قالها الصبري تندخل تنخرج من الدار وانت عيطي لي نزل فال هادي اون 2015 شحال من سنه كان عندكم الزواج كان عندكم واحد 5 سنين عام ونص الزواج بون هو ما كان حتى مبرر زعما بصح انت ما سيتيش تفهمي شنو المشكل علاش راه يخدعك واش كاين واش ما كاينش انا يا راجلي اصوافي زعما ميم لو كان يسمعني هكا كنقولها لا اصوافي انا راجلي اصوافي زير نساء الاخر عطيك صح اصوافي اصوافي صافي تما المهم حابه ترجعي المشكل فيه هو ماشي مشكل فيك انت ياك حبيبي انا ماهوش مشكل فيا انا ما نكذبش عليك قادرته كنت محترماته كيما نقول لك نعذره قلت لك نبي ما عنديش نورمال جاني غبنته قسما بالله لا جاني غبنته كنت نسيح ما نكذبش عليك كنت غير حبيبي في فمي عيط غير حبيبي هو لا هو شغل هو شغل حلف عليا المهم كي داني صاي حتى واحد ضمنك هاي كي داك عنده حطك في داره صاي شغل حطني كيما ديك الحطس هو راجلي تاني اناني كي يقول حاجه نديها يدي ما قالتها لي هكاك فهمت صاي كي ضمن صاي يا بدينا مع الاول ما كنت صح فوتها له سامحته قلت لها سامح قال لي منك عارف تخرمت خرمتني غايه لاباس لا وهي اللي تبعتني ومن طاطين انا نصح فوتني السيد بعثاني عاود بدل التليفون وبدا كل يوم نلقاه في الصح السهرات ما نقدش نحكي لك خطرات الزوج ثلاثه تاع الصباح يدخل نعييت وكل حاجه كي نجي نهضر يعطيها لي بالضرب خطرات حتى يسرعني غايه غايه 190 طق قديه يضربني قلت لك حتى يسرعني تمام علينا وبعد ثاني كنت قابلة انه يضربك ما كاش عندك مشكل مع انه يضربك كيف قلت لك وكنت راضيه انه يضربك ما كنتش راضيه ما عندي ما ندير اخي هشام تخيل نسكن من صغاني من التقرت يا بنتي لاش في قندهار كاع ديفونتي على روحك وبدي تيير موند عشوه تيير موند من صغاني تقرب ديرك التقرت ما كاش تاب لا اب لا ام لا 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 حبيب لا والي لا والو صح روحك وحدك تكون باطي وزيت وين تروح ثاني وين تروح حنبوك وين تروح الاب لا علاقه تزوج ثاني جوزيام فوا وطلق دوله داره ايماجين تا واحد داله دراهم 160 مليون في دار 160 مليون داله كي الدار كي الدراهم هذا باب هاي وين تروح حمد هذاك وين تروح عطيني وين تروح اللي تروح يعايرك واللي تروح يقول لك كلمة عوجة أنا عييت كنت نصبر قلت معنيش على جلني زونفون دوكي تسقم السيد وي ما زيد نصبر لا ما يزيد يتعوج غاية ولا ولا مع الكبارات خطرة نقفل عليه مع واحدة عندها 60 سنة ما شاء الله شابة غشيلة روسية يا درة فكيف يهضر معاها مانيش عارف أنا السيد يهضر معاها بالروسية كان هذه كان محتاج حنان الام انت برك فهمتيها غلط يحب شي عندها امها تبعيات امها تعرف كي دير له حبيبي يلقى ام ثانيه حبيبي دير الجنسيه ويلقى ام ثانيه شويه واعره واعره امها زايده في 70 60 سنه واعره هذه 60 سنه دروك اني نحكي لك على 9 سنين هذه دوك يا درا شحال 70 سنه يا درا شحال باينه 70 واه اي صح اي في ميزك انت اي وي يقدر يقدر المرأة الكبيرة في السن قلت لك راجلك يقدر المرأة الكبيرة في السن يقدر ما شاء الله ما شاء الله يحترم اه يبان بلي ما شاء الله عليه كملي لي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله قلت لك ابدا بعد من ولينا من الروسيات ولينا التونسيات خاطر نقفل طفلة عندها 18 سنة تونسية يهضر معاها مع هو راح يلعب هو هوند بالور
ايا لقيتها هي تروح طفله تونسيه كان عنده مسعه تاع راجل كان عنده مسعه تاع علم الشمل كان حاب يلم ال يلم مسكين والله يلم الدول الارضيه اي فوالا اكزاكتومون ايوا مختلف 19 18 20 60 يعني راجل ينوع في الجنسيات وينوع في الاعمار تاني وينوع في الاعمار وينوع في الاشكال لا ما شاء الله ما شاء الله صافي بليزير صافي بليزير واه بكي رايح وما ذاك انا قلت لك كل خطره هي كل خطره نقا قال لي نلقاها ترسل لها التصاوير لا اله الا الله ما يتشافوش شوف ما تقدرش تخيل مخيل نروحوا كاع كاع لا ديرنيغ فوا انا السيد كان يهضر في التليفون وما كنتش فايقه بيه انا كنت نقول معليش غير الماسنجر كلشي كنت نفوت ورحت غضبت با مال دو فوا ويجيبني يقول لي والو يحلف ويصلح حلف بالمصحف قال لي غير قسما بالله ما نعاود والله صاي سي بون وهادي وماتيريا وكاع ود ولا لا كان عنده صحابه هما اللي حرشوه يهضر دقيقه تاع الثقه تسمى كانوا انتوراج في انتوراج تاع خلاط سي صح عطيك الصحه السيد انا كان كيما نقولوا حنايا واحد رياضي تخيل بعد تلقاه يدير الدخان بعد ما الدخان تلقاه يدير الزطله تما يتأثر بزاف بالمحيط تاعو مشي يتأثر ضعيف شخصية انسان ضعيف شخصية عنده شخصية هو اللي يجي يديه انسان كاتوم تاني ما يهدرش انا مشي كيما انا اللي كاين انا نهدر نطفيها في البلاص هو لا شغل يشد عليا الحقد لا تباني باللي لا ما نهدر في الوجه افيريتي هكاك انا كي تكون عندي حاجه نقول له فوالا شراك داير لا ما تبان بلي ماشي سهله سليمه تباني بلي واعره زعما باينه هذيك حاجه باينه باينه على حقي نولي واعره ثقه سامين بالله لا قلبي زين قول لي عينيك نعطيهم وهي ما تخدعنيش هذه هي قول لي شاكينا حقك حقك راح تخدعنا نو انا ضريت انا كان من ضريت اي وليت ان باسكو سي تروحي غير انا ندافع على روحي ما كاينش اللي يدافع عليا سي بوغ سا وليت ميشونت لا فيغيتي حاشاك يعني والله إيه دوكا تعاملات زعما نسقسيك شحال قعدتي معاه انت شحال قعدتي مزوجه معاه انا في من 2014 حتى لدروك اه شوفي دوكا شحال من 2014 قريب 10 سنين في رايك زعما في هاد 10 سنين شحال من وحده عرفها بسم الله نبداو الى ما قلت لك الى ما قلت لكش قسما بالله زعما 200 وحده راني نكذب ولا اكثر فوق ال 200 قسما عضانا جوستومون العباد اللي كيما راجلك شوف الانستغرام تاعو اه روحي كملي قلت لك الانستغرام تاعي ها اللي جبدته ما امنتش عقلي خاربها انا شوالا هي على دلو سبي الاخر المهم ما نقدش نحكي لك تخيل الانستغرام خرج من 2019 اي من 2019 جبد كاع الارشيف تاعو ما شاء الله يا والفيسبوك يا دراش عنده ثلاثه تاع الفيسبوك ثلاثة فيسبوك عنده فيتا. واحد سبيسيال تاع لافامي هكاك تاع محترم وعنده زوج كان واحد تاعي داهولي وانا مانيش عارفه واش دار به بعد بدل داهولي كان فيسبوكي داهولي انا ما فوقت انا كنت شويه خاطيني هذيك تاع الفيسبوك نسقسيك هو شباب راجلك هو برا هو شتا نبول حي هكاك نبول حي نبول حي صح عنده دراهم عنده دراهم اقسم بالله لا قلت لك مقلع انا عنده هاي هو هاد البنات كامل كيفاه كانوا يتاتيراو ليه كيفاه هاد البنات كاع كيفاش كانوا يتاتيراو هو اللي حلب هو اللي حلب هو اللي عرف يعني هو اللي حلب حلب صوبيتي قتله تاع كلاب باك راجلك فكرني ما باش يدير شفتيها جاست في ليميسيون كنت نديرها صفحه جديده كنت نديرها في بي تي في العام اللي فات جاز معايا واحد يسموه بومدين ما باليش يدير شفتيه راجلك فكرني بومدين زير نساء يموت على نسى بومدين الله يذكره على خير يعني والله يسمح لنا بالمناسبه بومدين اذا تشوف فيه اسمح لي وجهك دار في التيك توك اكثر من كاع لي ميسيون اسمح لي ما انا ماشي بقصدي شوف يا اما انت جبتها لروحك يا اما دعاوي الوليه تخرجوا فيك اسمح لي بومدين والله غير انا حبيتك وانت انسان ما شاء الله بصح ربي كتبها لك هكذا اسمح لي الوغ كملي لي اكثر من 200 وحده مالها جبت كاع لي زارشيف تاعه لا ديرنيغ فوا نفس ناس كان حنايا كنا عايشين في تقرت ورحنا للواد انا
كاين راه كيرحلنا، انا قلت هاي غادي يبدل حياتي، غادي يستعقل ان شاء الله. ندير تليفون ان شاء الله راح يستعقل، راني حاس اني حاس بلي دوكا راح يستعقل. واه قلت انا صاي غادي تتبدل الحياه. لقيت السيدك داير تليفون باسكو قلت لك هو هون بالير يبدل ليكيب، هي بدل من توقت للواتساب. من بدل هو سبقني، راح شغل عام قبلي. كان يروح خمس ايام ويجي يومين. انصوزي في هذاك العام كان داير تليفون بتخبيه، كان يجيب لي حطبه يحطها في الدار، والمليح يكون في الواد. خليه في الواد، هي تما كانت عارف يهضر راجل وحده هو مع الصحاب والخلطه. وديجا من قبلها كان عانين في ورقله. نحكي لكش مع الصحاب حاشاك مخنزين ما يسواوش. طيب نسقسيك، جون تاع 23 سنه مع واحد 30 سنه ما تصلحش. لا نورمال، راجلك بيسكي يحب الانسان اللي فوق 60 سنه، تسمى ما عندوش مشكل مع جون يصاحب جون في عمره 20 سنه. انا معليش لي جون هنا كان راك عارف هذا الله. ها هاني فاهمك، هاني فاهم. قولوا على كبرك يعني عيب شويه. طيب نسقسيك، خلينا من علاقاته مع نسا، هو علاقته معك انت كيفاش؟ شغل علاقتكم انتم الزوج كيفاش؟ علاقتنا ما نكذبش عليك كانت نهار الاول مسقمه، بعد مني اكتشفت اون 2016 ولا 17 ولا 18 والله ماني عاقله، اكتشفتها هضر مع صاحب اللي كان صاحبته صح راها متزوجه. اها لقيتها راسلها في الفيسبوك يقول لها عمري ما كنت باغيه نتزوج بيك وما كتبش المكتوب، كان يحوس عليها هي الحق ما هضرتش معاه. اها قالت لها عندي ولادي سي بون، فشغل ما بلوكاته ما عطاها كانت معلقه. اها وانت واش كانت ردك فعل تاعك كي قريتي الميساج هذا؟ واش كانت ردك فعل تاعك؟ لا رياكسيون، قلتي له ما قلتي له؟ شو درتي؟ قلت له بيان سيغ في البلاص، ما المراه ضربني، كي هضرت له ضربني. وما على علاقه قعدتي معاه من هذاك الوقت اليوم بيسك انت تقولي عاملك ماشي مليح ويخدعك وكل شيء، علاش مازالك معاه؟ مازالك دوك على ذمته؟ مازالني صح على عندها غير في رمضان غضبت هو عاود رجعني تاعي. علاه مازالك معاه؟ يحلف واخا باسكو ما عنديش وين نروح. من الاخر ما عنديش وين نروح، كون جا عندي وين نروح نقسم لك بلا ما نقعد عندها. على بالك لينا يعني سمحي لي برك هذه ليك وللناس اللي يسمعوا فينا، على بالكم لو كان تعرفوا ثاني لو شيفر تاع لي فام اللي راهم مازالهم مزوجين وقاعدين مع رجالهم غير باسكو ما عندهمش وين يروحوا، صدقوني واحد النسبة تخوف. لو كان يعني تكون إحصائيات رسمية هكذا ودي شي في رجل أرقام إحصائيات موثوقة، صدقوني غير دي شي في إنورم بزاف. نسا ما راهي قادرة تعيش مع راجلها، ما راهي حاملة تقعد معها برسكو ظالمة، برسكو حقرة، برسكو مقصر في حقها، وصنفوا على السبب. بصح شحال من مرة راهي عايشة مع راجلها غير برسكو ما عندهاش وين تروح. ولكم أن تتخيلوا كيفاش إحساس المرأة اللي تكون عايشة مع راجل في دار واحدة، راجل هي ما رايش حباته بصح راهي معاه غير باسكو ما عندهاش وين تروح. تخيلوا الإحساس اللي تحسوه هذيك المرأة. وزيد على جال ولادها. كيفاش؟ وزيد ثاني على جال لي زونفون. وي وي على الأغلب، على الأغلب على جال ولادها أكثر من على جال روحها. أعطيك الصحة، أنا دوك أنايا عشت شاولة الوالدين مطلقين. تما كي فاهمه واش معناتها واش معناتها تعيشي في وضعيه وان يكون والديك مطلقين، راك على بالك واش معناتها مطلقين؟ ايا جيت تشوف تطلع على ولادك تقول شو انا غادي نعيشهم كيما عشت انا. صعيبه بزاف. برك لا غالب ما عندناش كيف نديرو، حتى ماما كيف تنجبت بيها وكل شيء خذلتني خدلتني تاع صح خدلتني. انا بك سيرتو لا ديرنيغ فوا توصل لامك تقول لك انت اللي درتي لي كونسير، انت راكي تستشفي فيا، رايحه عندها مخليه ولادي زوج كبار يقرو، خليتهم عند باباهم، قلت لها معليش انا نرفدك ما نقري غادي غير انا نرفدك. من بعد قالت لي لا تستشفي فيا وانت راك عاجبك الحال باللي راه فيا داك المرض. قلت لها الله يهديك، شكون هذا؟ عدويا انا نتمناه لهش هذا المرض، عدويا والله ما نتمناه له. نسقسيك لينا وجاوبيني بصراحه، اذا عندك الجراه اللازمه، خممتي كاش نهار في هاد السنوات كامل كي كان راجلك يعرف هاد الميتين مره، كاش نهار اولا كاش نهار انت عرفتي راجل غيره؟ نو كاش نهار خممتي فيها؟
ما عنديش متربية باللي مهما كان راجلك كما قلت تصوني. كاين بزاف سمحي لي لينا كاين بزاف كاين بزاف كنت قادرة نديره زعما كنت صح الحمد لله يا ربي عطانا العقل وال جوستومون لينا بون تاني الكلام هذا اللي كل الناس كاملة يشوفوا فينا كاين بزاف نساء اللي تحطوا في موقف مماثل يعني الناس تشوف برك بالك جانب من الصوره من الحكايه هذه كيشوفوا باللي برك المراه يقول لك المراه خدعت راجلها ثم لو كان يشوفوا في تفاصيل الصوره يلقاو باللي الراجل قتلها ماشي غير خدعها قتلها مره وزوج وثلاثه وخمسه وعشرة وبوين وين يفترض كي اذا عندنا منطق هكذا دوك اذا نحكموا بالمنطق ونحكموا بالجانب الاخلاقي ونحكموا بالجانب الديني بوش حبيت المنطق يقول لك باللي اولا الحاجه اللي يديرها الراجل ويديرها المراه سي عندها نفس العقاب ونفس الاثر ونفس الاذى دوزيامو كيفاش نشوفوا راجل يخدع مع مرته 200 مره ولا 100 مره ولا 5 مرات ولا 10 مرات ولا مره واحده بصح لو كان نشوفوا رد فعل من عند المراه ودير هي نفس واش دار الراجل المجتمع كامل يجي يرد عليها كي الراجل يخدع كي الراجل يخدع الناس يحكموا المراه معليش وساعف فيه وشوفي وانت واش راكي دايرتي له وبالك كي مقصره معاه وبالك ما كاينش قايمه به شوفي بالك شي حاجه مش عجباتو فيك بدليها هكذا يقولوا لها انت هو خدعك بصح انت اللي لازم تلقاي الحل بصح لو كان المراه تخدع قسما بالله غير ما يسمعوهاش من با ترفدي قشك وتروحي انت يا خامجه انت ما تسويش انت والو رغم انه العقاب الاخلاقي والرباني نفسه في الفعلين نفس العقاب بصح حنا تلمو مجتمع عندنا النفاق الله يبارك درجات تاعو مرتفعه بزاف وتلمو حنا مجتمع ذكوري بزاف حنا نحللوها للراجل ونلقاو له 20,000 عذر معليش راجل غلط دوك يتسقم يتوب يحبس نورمال بصح مرا دارتها انت خامجه الى ابد الابدين هذا هو المنطق تاعنا حنا اللي زارجيليا تيكي تيكي الى يوم الدين صح صح وي وي باسكو علاه الراجل ما فيهش العيب وهذه ما كاش منها وهذه ما كاش منها خدعك فيك العيب ولا خدعتي فيك العيب يعني فيك العيب في الراجل وفي المراه هو فيهم للزوج كيما ربي خلق فوالا فوالا الذكر والانثى وكيفاش راكي عايشه حياتك دوكا قولي لي ولادك شحال عندك دراري عندي 4 انفون في ربع الشاشره الله يبارك وانت تاني وانت هو كل ما يخدعك مع 50 مره تروحي تجيبي طفل انت تاني واه يا درا كيف يا درا كيف يا درا يا درا يا درا يا درا يا درا واش كي لو ديري دوكا يا درا قولي لي لا يا درا انا هادي ولادي انا كي درتهم مشي انا شغل حمدت ربي عليهم يا لينا حسن على سيدنا محمد لينا ما تخليش دوك ندور عليك انت هي يعني انتما ثاني يعني يهديك ربي المراه المراه يا ناس المراه اللي ما راهيش مرتاحه في دارها وما راهيش على توافق تام مع راجلها واللي عندها مشاكل في علاقتها الزوجيه ما تروحيش تبزي دراري وتزيدوا تجيبوا دي فيكتيم للدنيا اللي تكون حتى تضري بها انت تزيدي تضري طاش ما غاشي انت ما انت قاعده يا درا عاود دخل الدرس برتو نسيف 20 30 وحده يا درا ها كيفاه هاني جبت لك طفله ما زيد شويه مورا يا هدرا انا زيد جبت لك الطفل كيفاه تسمى هو يخرج يدير راي برا وانت تكافئ 9 اشهر رافده الجوف وتجيب الطفل ودوكا هو يتحمل الهم مع من عند باباه قلت لك نقول لك حاجه انا يا هدرا قولي لي يا هدرا انا فرحانه بهم كنت حاستهم هما الوحيدين لعائلتي هي بصح علينا يا لينا جيبي كلب وربيه جيبي قط وربيه وديري وعائلتك على جيبي ربع دراري على ها طفل زوج يلا سيبو وخلاص ها غلقي الباب بنتي وعلاه ربعه مع انسان ماشي لاتي لا بك لا بولاد وش ديري وش تسمى هكذا درتي الحل هاكي جبتي ربع دراري درتي الحل ما في يا هدرا حاجه مكتوب ربي لا ماشي هذا شوفي 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 خليني من الكلمه تاع مكتوب ربي ماشي الانسان اللي يديرها بيدو يقول لك مكتوب ربي مكتوب ربي كل حاجه في الدنيا هذه مكتوب ربي بصح ربي عطانا عقل باش نخمو ونتصرفوا سينو هكذاك ربي انا نزيدو مني بعتنا يلا انت يا راك رايح الجنه انت رايح للنار على بالوش حيصرى لا لا ربي دائما خلانا القدره على الاختيار القدر وهذاك المكتوب ماشي بالمفهوم اللي انا نهضروا فيه لا لا مكتوبك بيدك انت انت ديسيدي دوك انت ديسيدي ترمي روحك من الطاقه انت ديسيديتي ما تقوليش المكتوب وي هو مكتوب بصح انت اللي ديسيديتي كيف دوك انت يا راجل ما كاينش متفاهمه معاه ها بز دراري ونقول هذا الميساج لكل امراه لي تيماجيني باللي الراجل تشديه بالدراري ما تشديه بوالو الراجل اذا كان ما يتشش ما تشديه لا بالدراري لا بالبنات لا مع باش تجيبي له
جيبي له وش جيبي له، ما عندك ما تشدي فيه. هي وش باش تعمري وقتك؟ والله ما قصدي باش نشدوا بها، باش تعمري وقتك، باش تلتي روحك، باش تعمري وقتك، باش انت هكذا تحسي روحك كبير. طيب نسقسيك، ما كذبش عليك درتهم عائلتي. معليش لينا نسقسيك، ها سمعيني لينا، درتيهم عائلتك دوكا هاد الدراري؟ قلت لك دوكا انت درتيهم عائلتك، بصح دوكا الدراري يبداو يكبروا، كي يبداو يكبروا يبداو يشوفوا العائلات كيفاش دايرين، يشوفوا بلي العائله فيها بابات يمات، فيها اهتمام، فيها حنان، هما ما عندهمش. ومن بعد تيك يبداو شويه عندهم عقده النقص، وكل ما يبداو يكبروا يلقاو ما كانش الحنان، ما كانش الاهتمام، ما كانش الرعايه، ما كانش كلمه عائله، ماش اكزيستي عندهم. واذا شافوا يشوفوا غريمهم راهي تضرب وحدها. ولادك هنايا راكي جبتي دراري وما عطيتيهمش سلاح اللي يحاربوا به الحياه، باسكو انت هذاك السلاح ما تقدريش تمديه. انا بعبك بلي مشكلتي هنا وشنو في الجزائر، اقسم بالله يا لينا اختي، انه العائله ولا الكوبل نمو طفل يجيبوه على جاله هو، تسمى يمنحوا هذا الانسان حياه. بس احنا مالوريزمو احنا في الجزائر انا نزيدوا دراري باش يولنسونا وهما يعطيونا حياه، باش احنا نجوزوا معاهم الوقت. جوز معهم الوقت يكونوا صغار حلوين، وي بيبي هكذا شباب كذا، ما كيبدا يكبر لك المسؤوليه كذا كيفاش، وانت يا بابا تمعوج وكل نهار مع وحده وخلاط ومقله ما عندوش وكذا، كيف هاد الدراري كيفاش حيكبروا؟ هاد الدراري كي يكبروا المشاكل واش حيصرا لهم كامل لينا؟ سمحي لي اختي العزيزه، بصح انت لا تحسي بتأنيب الضمير، انت 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 شوفي انت لا تحسي باللي ذنبهم في رقبتك، باسكو انت اللي جبتيهم للحياه. بيان سور، انا شحال من خطرات نشوفهم نقول لهم سمحوا لي. والله يا ناس يا ناس، راجل ولا مرا ولا شوف جمون فوش راكم ديروا في حياتكم، بصح ما ديروش دي فيكتيم، ما ديروش دي فيكتيم. الدراري شوفوا اذا ما راكش سير ولا ما راكش سير 100% بلي هذا الطفل ولا هذه الطفله حتتربى احسن تربيه، يا سيدي ما تجيبوهش. استمتع انت وراجلك، استمتع انت ومرتك، ديروا واش تحبوا، ما تجيبوش دراري، باسكو الدراري هادوك راح يخرجوا اطفال وبليوتا الرجال ولا النساء معمرين بالعقد النفسيه. هادوك الدراري ولا البنات راح يخرجوا افات اجتماعيه. علاه؟ تسمى انت لونسي المنترك الضر في روحك، تزيد انتايا تزيد تجيب انسان هاد الدنيا وتضره حياتك كامل وانت تضر فيه. ما تجيبوش يا سيدي، عيشوا حياتك، مش لازم تجيبوا دراري. حبيت تستمتع تحسن بلاك تربي في كائن ولا تجيب كلب، ربي كلب مليح، تجيب كلب، جيب كلب صغير في عمره شهر وربيه نورمال، كلب احتعمله كيما الانسان، نفس المعامله تاع بنادم. انا نقول لكم كيف كيف ترعاه ويهبلك ويعيش وتشوفه يكبر قدامك وتشري له وتقضي له، جيب كلب، قط، جيب اي حاجه، بس ما تجيبش طفل، ما تجيبش طفل. زاوش مهم ربي ما تربيش. قول يا روحك هذه، قول يا روحك جابت لي ربعه. انا ندي جيستمون ننصح بها اللي تعرف روحها مع راجلها، ما كان غير نفقاش تزيد ضحايا. عطاتكم لينا النصيحه والدرس، واليوم كيفاش نسقسيك لينا كيفاش راكي شايفه حياتك تكمليها مع حياتك معها، كيفاش راكي شايفتيها؟ نظن ما غاديش نكملها معاه، كملهاش معاه ذا حاجه، ما غاديش نكمل حياتي مع راجل نشك فيه. شو سي با، انا يا قلبي برد من جهته، فهمت؟ مانيش عارفه كيف راني صافي تدخل ويد وصاي هذه هي. والله العظيم شوفي لينا، باش قبل ما نختمو افري دير انت شي لك عيشاتو، بون خلينا من وش الصرا افري دير. انا تاني نفهم الجهه باللي بالك تالمو انت تحرمتي من حنان الام، حبيتي تجيبي دراري باش انت تجيبي الدراري وتبيني روحك باللي انت الحنان اللي ما ديتيش تقدري تمديها. انا هذا الشيء نفهم مي برك مي مي اول مره يفهمني واحد، هاني فاهمك انا بصح وشنو. لا تاني في نفس الوقت كي نحطو في الكفه، الكفه هذه راهي فيها انه حاجه انت راح تثبتيها لروحك بالك تديها للناس، بصح في الكفه الاخرى كاين دي فيكتيم. ولو كان نجو نشوفوا الكفتين هاكي رضيت، هاكي رضيتي الغرور تاعك وراح ترضي الانا تاعك وراح ترعايهم وتسي توفري لهم وكذا وكذا، بصح كاين واحد الاذى اللي ما حش تقدري تحميهم منه مالوريزمون. كاين عبالك عبالك نسبه لي كوبل شغل عبالك قليل، المشكل عبالك راهي بالعكس. نورمالمون بشكل عام تتلاقى دائما مع ناس اللي علاقتهم الزوجيه لاباس متينه، شغل بالطبع شغل هاي ليك هكذا تكون العائله. ومن ذاك تتلاقى بالعائله المعوجه مالور، صدقوني مالوريزمون في حياتي هذه قليل وين تلاقيت بعلاقه زوجيه تاع الصح وش معناتها، قليل وين تلاقيت بكوبل فاهمين واش معناتها. لا في دان كوبل
شغل انا جوج هاد المرأة بارسكو نحبها، بارسكو حاب نشاركها حياتي، بارسكو حاب ندخل في حياتها، بارسكو حاب ناسس معاها عائله، بارسكو حاب نشوفها دائما قدامي، بارسكو حاب ندير معاها دراري ونربيهم ونكبروهم بالروح تاعنا، بالحب تاعنا اللي حنا نديه لهم. قليل في بلادنا الراجل يتزوج هو الراجل اصلا يتاخذ القرار تاع الزواج بارسكو داروا له لابريسيون باسكو انتوراج تاعو حابينو يتزوج، ومن بعد يتزوج على جال زوج حاجات. يتزوج على جال العلاقه الجنسيه باش كل ما يدخل يلقى يون اباري سيكسيوال راه يتسنى فيه في الدار، ويجيب دراري علاه يجيب دراري باسكو بريستيج. دو كيما زعما هكذا قال انا عندي ايفون، هو قال انا عندي دراري. شغل كيف عيب انت تزوج ما عندك دراري، لازم يكون عندك دراري. قال عندي دراري، انا جبت دراري، عندي دراري بريستيج. ومع هذوك الدراري كيفاش حيكبروا الله لا يردهم. هذا تيك ساهل حياه دوكا بين لي كوبل، راهي حياه الله لي يشوفكم مشاكل بيناتهم يزوجوا يجيبوا دراري وما عندوش. هذيك البيئه السلبيه لعبك المشكل، الناس يعتقدوا بهذيك هذيك الخلاف وهذاك الصراع. دوك كيما حياه تعلينا وراجلها، انتما في بالكم ما حتى نعكس على اولادهم، راح تنعكس على اولادهم كوم با بوسيبل. النظره الاولى دوك البنات لينا ولا الاولاد لينا، النظره الاولى عليهم على العلاقه بين رجل ومراه راهي نظره غلطه، باسكو كومباريو العلاقه تاع باباهم ويماهم، كل شيء يقارنوا بالعلاقه تاع باباهم ويماهم، الحب بين باباهم ويماهم كيفاش، الامان بين باباهم ويماهم كيفاش، هل الرجله باباهم كيفاش، الفحوليه يماهم كيفاش، هو المرجع تاعك. احنا توجور تلقى الدراري راهم عايشين مع واحد المراجع الله لا يشوفكم، مرجع غير موثوق نهائيا. شوف احنا غلط وصاير هذه هي. شوفي انا ديجا راني نشوفهم ساكن فيهم عقده نفسيه، شفتو دوك الكبار عندي داك الكبير ساكت بزاف يهضرش كاع ما يهضرش. حاولي تديه لطبيب نفسي ولا خوري يدير واحد حاولي تديه لطبيب نفسي، ماشي عيب روحو عند طبيب نفسيه. لا دوك راني نهضر معاه دوك انا شحال خطره نقول له يا درا ولدي ش عندك قول فهمت. خاطش واحد الايام كنت خطرات الضغط تاع الراجل رجعوا في ولادنا. صح صراحه ما نكذبوش على روحنا. صح 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 يغلط الراجل اللي ضربك الراجل دوري على ولدك تضربيه، هذه قانون احنا عندنا في الجزائر. الله يكون في عونك لينا. الحاجه اللي نحترمها فيك انه انك انسانه اللي واعيه وعلى بالك بواش غلطتي انت، على بالك بواش غلط راجلك، على بالك بلي جبتو دي فيكتيم من الدنيا وعلى بالك. دوكا واش نقول لك، سكي سير وقفي مع ولادك، حاولي تربيهم، حاولي تعوضيهم على الفيديو اللي راه مخليه باباهم ربي يهديه. اللي نهار الانسان كيكبر بدا يجوه ضربات يقول لك انا منين عمري ما ضريت انسان. كاين بزاف منا راهم يضروا في ولادهم، وكاين بزاف منكم اللي راهم يضروا في ولادهم بشكل غير طبيعي، وكاين عفايس حيصرا لك في الدنيا انت تقول انا واش درت، واش درت يا ربي، ما درت والو. تدرتك غلط في حق الدراري جبتهم للدنيا. تعرفوا اقسموا بالله وقتاش نقدروا نولوا مجتمع محترم. نهار تولي البلاد هذه تتعامل فيها على اساس هذا الطفل ماشي وليدك، هذا الطفل وليد الدوله، من بعد هذيك باش يبقى وليدك انت وتحت رعايتك. نهار نولوا نتعاملوا مع الدراري صغار باللي ما راهمش ملك والديهم، انعمه وليدك ما راهوش ملكك، وليدك انت ترعاه، وليدك انت تقوم به، وليدك انت تربيه، وليدك انت تقدم له وتامن له ودير له كلش باسكو انت جبتو للدنيا. بصح نهار تغلط معاه ما راهوش وليدك، باسكو وليدك يكبر ويولي افه في المجتمع انت راح تتبرى منه. اخذ ابسط حاجه ولا اكبر حاجه تقدر ديرها تتبرى منه، قال سي بون هذا ماهوش وليدي. من بعد تقول انت ماهوش وليدي شكون يدبر راسه به؟ ها؟ من بعد المجتمع يتحمل لامرد اللي انت جبتها لهذ الحياه. علاه؟ دير واش تحبوا سيدي، الله لا يردك، دير واش تحبوا. بصح ما تجيبوش دي فيكتيم لهذ الحياه، ما تجيبوش دراري، ديروا واش تحبوا باش ما كي تروحوا انتم من هذه الحياه يروح معاكم زبلكم. بصح علاه تجيبوا دراري وديروا فيهم هكذا وتبرمدوهم؟ لينا الله يكون في عونك انت يا ولادك. شوفي حاولي تربيهم، حاولي تكبريهم، باباهم اذا هداها ربي وكان معاهم اللهم كما يقول لك كان بها، ما كانش معاهم هنا الواجب تاعك انك انت تعودي الدور تاع الام الدور تاع البابات. دوكا تقعدي مع راجلك ولا ما تقعديش هذه حاجه راجعه عليك انت واش راكي تحسي معاه، رغم انه انا نفضل انه دراري يعيشوا مع ام ولا بابات مطلقين، ولا انه يعيشوا معاهم في دار واحده بصح هما ما راهمش مع بعض، باسكو الطاقه السلبيه وهذوك المشاكل وهذوك الخلافات راح تنعكس عليهم بالسلب بزاف. طفل ينوض صباح وعلى باله بلي عنده غير يماه باباه ما كاشو، خير ما ينوض صباح هو يشوف باباه بصح باباه راهو يضر فيه. هذه ربي يكون في عونك لينا، ربي يعينك اختي العزيزه. فرختي قلبك ولا شنو حابه تزيدي تقولي؟ فرختي قلبك سي بون، رجع ليا وعلى كل مؤمنين ان شاء الله. لينا يعطيك الصحه، ربي يبارك فيك، تهلا في روحك وبقى على خير. شكرا لينا، بقى على خير. يا درا عجبك الحال معنا يا درا؟
ما شاء الله ربي يحفظك. الحمد لله. كانت أمنيتي نهضر معاك والحمد لله. مرحبا بك. مرحبا بك لينا، الله يحفظك. ربي يحفظك. ربي يتكمل تمنيتها، الله يفي روحك تيتي، صحيتي بقى على خير. إن شاء الله، باي باي، في شكرا. أمان الله. شكرا، إلى اللقاء، صحيتي. يا درا هذه كانت حكايه لينا. لينا انسانه درويشه كيما حالها كيما حال بزاف نسا، فهموهم وعطاوهم الفكره تاع انه لازم تتزوجي، وكي تتزوجي اذا حابه تربطي راجلك لازم تجيبي دراري، وهذو كامل الافكار ما كاش منهم. باك شغل تالمو مفهوم الزواج ومفهوم العائله عندنا راه مشوه، منين تبدا منين ديماري منين تحبس، ربي يهدينا. هذا واش نقدر نقول. عندكم حكايه تحبوا تشاركوها معايا، هم لي كلي لي زو تاعي كاملكم تشوفوا فيهم من تحت يجوزوا. حكايه عندكم، ملاحظه، كومونتير، انتقاد، اللي حبيتوا، مرحبا بكلش، كلامكم كامل مرحبا به. كيما انا اللي نقعد هنا ونهضر من القلب ونحكي من القلب، كيما كلامكم ما دام صادر من القلب مرحبا به. ما تنساوش تبارطاجيو، ديروا لنا دي جيم، دي لايك، شجعوني شويه يلا باش الواحد يقدر يكملكم، باسكو راني قريب نولي لاتيلي، وكي نولي لاتيلي راح نولي نقصر معكم هنا، إلا إذا شفتكم باللي راكم تشجعوني وتحمسوني باش نقعد دائما نقدم لكم هنا. إلى ذلك الحين نقول لكم سلام.